أعزائي متابعي قناة فادي التعليمية، أهلا ومرحبا بكم في التمرين تمارين التمديدات الكهربائية. التمرين عبارة عن تشغيل مصباحين على التوازي من خلال مفتاح مفرد بإضافة إبريزين في كل جهة من جهات التمرين. سيتحكم المفتاح A بالمصباحين A small letter، أيضا الإبريزين بي كابيتال لتر وسي كابيتال لتر سيتحكمان في الأحمال المراد توصيلهما معا. إذا إلى المكونات: علبة توصيل رباعية بالإضافة إلى علبتين ثلاثية على الجانبين، أيضا بحاجة إلى مفتاح مفرد ومصباحين في الأعلى، إبريزين على الجوانب في الأسفل، ومصدر للجهد 220 فولت 50 هرتز. يتطلب توصيل مصدر الجهد بالعلبة الوسطى ثم الانتقال من العلبة الوسطى إلى العلبتين الجانبيتين. أيضا يتطلب توصيل العلبة الوسطى مع المفتاح، وأيضا توصيل المصباحين في كل واحد منهما بالعلبة القريبة منه، أيضا توصيل الإبريزين كل واحد منهما بالعلبة القريبة منه. جميع هذه الخطوط تحتوي بداخلها على سلكين عدا الخطين الواصلين من العلبة الوسطى إلى العلب الجانبية. سيتحكم المفتاح المفرد A capital letter بالمصباحين A small letter، أما الإبريزين B capital letter و C capital letter سيتحكمان في الأحمال المراد توصيلهما توصيلها معهما. الرسم التفصيلي والمكونات: علبة التوصيل الرباعية وعلبتين جانبيتين ثلاثية الطرق، مفتاح مفرد بالإضافة إلى مصباحين في الأعلى وإبريزين في الأسفل، ومصدر للجهد 220 فولت 50 هرتز. التوصيل سيتطلب منا توصيل الخط الحار إلى العلبة في الوسط، وثم يتفرع إلى جميع المفاتيح والأباريز في الأسفل. فها هو وقد وصل إلى المفتاح المفرد وإلى الإبريز الأيمن وإلى الإبريز الأيسر. الراجع سينتقل من المفتاح ويتفرع ليصل في إلى المصابيح في كلا الجهتين. الخط البارد سيتفرع إلى اليمين والشمال ثم ينتقل إلى جميع الأحمال في الدائرة. فهنا حملين عبارة عن مصابيح، وفي الأسفل الحملين هما المراد توصيلهما مع الأباريز. سيتحكم المفتاح المفرد A capital letter بالمصباحين A small letter في الأعلى، أما الإبريز B capital letter و C capital letter سيتحكمان في الأحمال المراد توصيلها معهما. إخواني متابعي قناة فادي التعليمية، راح نأخذ اليوم تمرين جديد وهو تشغيل مصباحين على التوازي مع مفتاح مفرد. برضو أضفنا في هذا التمرين إبريزين، واحد على اليمين وواحد على الشمال. فبالنسبة لتوصيل التمرين في الشكل التالي: الخط الحار مفروض يروح على المفاتيح والأباريز، فهذا الخط الحار احنا جبناه بالوصلة هاي، وجبناه مباشرة على الإبريز اليمين، جبناه مباشرة على المفتاح المفرد، وجبناه مباشرة على الإبريز اللي في الشمال. إذا كل واحد من المفاتيح وصلوا خط حار. هذا بالنسبة للخط الحار. في راجع عندنا واحد راجع بالدائرة هاي، اللي هو راجع من المفتاح هذا اللي بده يتحكم في اللمبات. هذا الراجع لازم إحنا على العلبة الوسط نقسمه ونقسمه ونوزعه توزيعه لثنتين. يعني لو نتحكم في لمبتين فاحنا جبناه لهون، ومن هون وزعنا توزيعه واحد على الاخضر هذا وواحد على الازرق هذا، اللي هو كل واحد منهم راح على لمبه.
يعني الراجع هذا اجى لهون توزع هون على اللمبه هاي وعلى اللمبه هاي. هذا بالنسبه للراجع. بالنسبه للبارد، البارد راح يصل للاحمال، وبما انه في عندنا احمال لمبات وفي عندنا احمال اباريز، لانه هذا البريز يعتبر حمل بتحمل عليه اي شيء، فلازم يصل البارد للاربعه هذول. هذا البارد الاسود جاي من المصدر هون، توزع على وصلتين هون، هاي الوصله بتوزع لفوق وتحت، وهاي الوصله ايضا بتوزع فوق وتحت. فهذا البارد وصلنا لفوق لللمبه، وهذا البارد وصلنا للبريز بالمكان هذا. ايضا هون بتجيها هاي، هذا البارد جبناه لللمبه فوق وجبناه للبريز بالمكان هذا، فصار عندنا البريز واصله حامي بارد، البريز الثاني واصله حامي بارد، المفتاح واصله حامي وراجع لللمبتين، وكل لمبه واصلها راجع من المفتاح واصلها بارد، واصلها راجع وواصلها بارد. بهيك بكون التمرين انتهى، ويعطيكم العافيه.